نشامة ونشميات أردننا الحبيب. أشارككم اليوم أملي وعزيمتي المستمدة من أبناء وطني، أبناء دائرتي، عائلتي، عشيرتي، وكل من استبشر بي خيرا لإيصال صوته. إن قرار الترشح للانتخابات النيابية للمجلس 19 عن الدائرة الانتخابية محافظة البلقاء المقعد المسيحي، وانضمامي لقائمة شباب الوفاق الوطني رقم 14 التي تضم نخبة من الزملاء والذين يجمعني بهم حب الوطن والعمل على الارتقاء به. انطلاقا من أهمية الرسالة النيابية وتجسيدا لدور النائب الذي تحتاجه المحافظة للعمل على بناء مجتمع قوي آمن مفعم بروح الشباب ومستمد من طاقاتهم، ولإيمان المطلق بأنكم تبحثون عمن ينوب عنكم في الدفاع عن مصالحكم بمسؤولية وأمانة دون أي مصلحة شخصية، كلي أمل في أن تقوموا بواجبكم الوطني من خلال التصويت والمشاركة في الانتخابات النيابية مع مراعاتكم لشروط الصحة والسلامة العامة والمحافظة على التباعد الاجتماعي حفاظا على سلامتكم. فنحن نحب هذا الوطن ونعمل جميعا للارتقاء به، قاطعا على نفس العهد بأن أكون الصوت الحر في الدفاع عن حقوقكم وحقوق وطني وأمتي بكل قوة، وأن أكون ممثلا لكم في المجلس القادم كنائب وطن يمارس كافة الصلاحيات الممنوحة للنائب بموجب الدستور والقوانين النافذة بخصوصية محافظة البلقاء وبنكهة أبنائها المسيحيين تجسيدا لعيشنا المشترك في مدينتنا السلطة الأبية. وسأبقى عند موقفي إن حالفني الحظ بهمتكم على السعي لتحقيق الأهداف التي تدعم برنامج الانتخابي وللمحاور الرئيسية المتمثلة في القيام بالدور التشريعي والرقابي لمصلحة الوطن والمواطن في دائرة الانتخابية، وأن أعمل على تجسيد وحدة الوطن والعمل على برامج تدعم الشباب وتناصر المرأة وتدعم تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات. على العهد والوعد كنا وسنبقى، منكم الثقة ومني الوفاء. حمى الله الأردن وطنا وقيادة وشعبا. مرشحكم المحامي رامي فؤاد الفاخوري.